الجامعات مكلفة كثير، يعني احنا كان نيجي هسه نحكي اقل تخصص بدك تدرسه هسه بده 10,000 دينار. طب ما الواحد خلص توجيه بالعافيه، فكيف بده يروح يكمل جامعه؟ فهون الفكره انه اكثريه الناس كان في عندها حلم انها تكمل جامعه بس وقفت. يعني انا من الناس اللي اضطريت اشتغل عشان انا اكمل دراسه. ما هو مش الكل كمان بيقدر يدرس، كمان يعني وضع الاهل يعني ميسور بكون، فانت بدك تصير تعتمد على حالك. فما في انه انت الراتب قد ايه بدهم يعطيك 250 دينار، نص رايح حجرات الطرق وبدك تاكل، شو ضل الجامعه؟ ما ضلش شيء. فبيضطروا انهم يروحوا كهربجي، نجار، حداد، اي شيء هيك يعني. صحيح. هذا يعني من الجانب المادي. نعم. برضه من الجانب يعني المهني، اليوم التخصصات راكده. نعم. في اليوم هاي فرصه النقابات المهنيه اكثر للعمل. موجود. هل بتشوف في بين الشباب بينكم في ثقافه العيب؟ في يعني يواجه ثقافة أهله أنه لا بدي زي ابن خالك تدرس هندسة؟ لا لا لا، بطلت هاي الأمور، كانت زمان. هسه خلص المهم أنه يشتغل ويجيب مصاري، صار لأنه صارت لقمة العيش صعبة، صارت المهم أنه يأكل ويشرب، يساعد أهله إذا بيقدر في أجار البيت، مي، كهرباء، نت، هذول صاروا أساسيات، تخلصهم يعطيك ألف عافية يخلف عليك. بس أما أنه صار عيب أنه هذا يشتغل نجار، هذا يشتغل حداد، هاي زمان راحت. انه ليه ما انت زي ابن خالتك دكتور ولا ابصر شو؟ راحت هاي الموضه، خلصت.